نزلنا الشارع بقى نشوف الناس وعيد الأم أخبارهم إيه. ايه يا ماما يا حبيبتي، عاملة ايه؟ ايوه الحمد لله كويسة، الحمد لله. ماما يا حبيبتي هجيب لك هدية في عيد الأم، عايزة ايه بقى قوليلي؟ يا نهار أبيض يا نهار أبيض، ليه كده؟ ايه اللي حصل؟ وده كان رد فعل ماما لما عرفت ان انا هجيب لها هديه في عيد الام. يا ترى بقى بقيه الامهات لما تعرف ان انتوا هتجيبوا لها في عيد الام هديه، يا ترى هتقول لكم ايه؟ ماما الو، فتحت عليا التليفون ليه؟ هو في ايه يا ماما؟ فتحت عليك التليفون؟ انا اللي فتحت عليك الحمام. ايه يا ست الكل؟ ايه يا ام الغالي؟ ايه يا ام الغالي؟ من جنبك. عايزه هديه ايه في عيد الام؟ طب انا هجيب لك شنطه حريم. لا ما تجيبليش شنطه حريم، اديني فلوس انا اجيب اللي انا عايزاه. حاضر يا ماما. انا هدايا مش حاطه والله يا صوت حبيبتي، لما تيجي يا حبيبتي انت البيت كتر خيرك. شوف عظمه الام يا متولي، هي واحده ممكن يبقى لك ست ابهات، انما امك واحده متولي. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب على ايه؟ عيد الام. اجيب لك حلقه فضه؟ طب اسمعيني، طيب انا مستفيد. ايه ما تخافيش انا كويسه. عايزة ايه في عيد الام؟ مش عايزة حاجة بقى خلاص بقى. من انا هجيب الواد، هجيب لي الموبايل محمد. ايه يا ماما؟ سلام. طيب عايزة هدية ايه؟ عايزة هدية انك تنجح وتجيب مجموعة. لوزر لوزر لوزر. خدي الزبالة، اغسلي المواعين، شيلي مكانك، شيلي هدومك، تعمل اي حاجه من الحاجات دي خالص. لا لا خالص، وانت طيبه جدا يعني. يا حبيبي ماما، ايه يا كلوه ماما، ايه يا بلعوم ماما. بتقول لي نفسي تقعد معانا في البيت. اكتر كلمه بتقولها لي. يا مامي بقى عايزك بس. بهبور يقول لمامي ايه؟ بهبور يقول لمامي حاضر. بيجيبوا لي هدايا طبعا كلهم. كل سنه؟ كل سنه طبعا. ده حاجه مقدسه يعني لازم. ايه اخر هديه جات لك السنه اللي فاتت؟ كانت شنطه وشوز من محلات طبعا معينه يعني. بتتبسطي بالهدايا؟ جدا طبعا جدا طبعا.